اهلا بكم مشاهدينا وجوله جديده في عالم الصحافه المحليه والعربيه والعالميه الصادره صباح اليوم، ونبدا بالصحف المحليه وجريده الاهرام. وقف اطلاق النار في غزه بوساطه مصريه. ابو مازن يثمن موقف السيسي، واسرائيل تشكر مصر والجهات تقبل بالهدنه. تنويع مصادر الطاقه من اجل التنميه. الرئيس الاهتمام بالهيدروجين الاخضر ومد خطوط التغذيه للمشروعات الزراعيه. جريدة الأخبار، الخميس انطلاق أولى تنسيق بحد أدنى 89% علوم و83% رياضة و64.5% أدبي. التكراري يطيح بالحاصلين على أقل من 89% من الكليات الطبية، واليوم بدء تظلمات الثانوية. الانتهاء من إنشاءات أكبر مصنع للغزل بالعالم في المحلة. توفيق وصول أول شحنة من الماكينات وبدء التشغيل مطلع العام المقبل. جريدة الجمهورية، الأعلى بين دول المنطقة 15,000 ميجاوات احتياطي لشبكة كهرباء مصر. دكتور شاكر، جاهزون لتلبية احتياجات دول الجوار ومشروعاتها التنموية. 13.2 مليار جنيه استثمارات لدعم الشبكة القومية خلال العام الماضي. وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، الدعم المالي متاح لكل المنشآت الصناعية لخفض الملوثات. اليوم السابع، خطة حكومية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية بشعار الحوافز وسلامة المناخ الاستثماري. توقعاتنا بارتفاع حصافي حصيلة الاستثمار الأجنبي لعشرة مليارات دولار نهاية 2022، وتنامي الاستثمار العربي بدرجة ملحوظة في ظل توفير فرص واعدة. ونتحول إلى الصحف العربية، والبداية من صحافة الشرق الأوسط. إسرائيل والجهاد تقبلان هدنة بوساطة مصرية. أغلبية خصوم الصدر تشهر تحركه لحل البرلمان. المنفي يجتمع مع قيادات أمنية لبحث أمن طرابلس، وشكوك في تجاوب ميليشيات الدبيبة وباشاغا. تحرك أممي لإحياء الحوار السياسي في السودان. القبس الكويتية، غزة تصعيد كبير قبيل سريان الهدنة. الجهود المصرية تكثفت لاحتواء الوضع والتوصل إلى الاتفاق. مغزرة جباليا، 7 شهداء بينهم 3 أطفال، والمستشفيات وجه آخر لمعاناة سكان غزة. الصدريون أخلوا برلمان العراق وتركوا شعاراتهم. بارقة أمل، سفن الحبوب تنطلق من أوكرانيا. الدستور الأردنية، أكثر من 2000 مستوطن متطرف اقتحموا باحات الأقصى. تحركات أردنية مكثفة وجهود دائمة لمنع الاقتحامات. إدانات عربية وإسلامية واسعة لاقتحام الأقصى والعدوان على غزة، وارتفاع عدد الشهداء إلى 42. البرلمان الصومالي يمنح حكومة بيري الثقة بأغلبية ساحقة. بلينكين يبدأ جولة إفريقية تستهدف النفوذ الروسي. الاتحاد الإماراتي، العراق اعتصام البرلمان يدخل أسبوعه الثاني. إطلاق مبادرة لحل الأزمة السياسية. فرار جماعي من سجن في بيروت. مصادر ليبية للصحيفة، تحركات عسكرية بطرابلس لمنع دخول باشاغا. تحذيرات من انهيار الهدنة جراء خروقات الحوثي. ونتحول إلى الصحف العالمية، ونطالع من واشنطن بوست الأمريكية. أوكرانيا تهدد بوقف أي حوار مع روسيا إذا أجرت استفتاءات على ضم مناطق أوكرانية. إيران، نجاح محادثات فيينا النووية يعتمد على مرونة واشنطن. النتو يدعم جهود الدول الأعضاء في مكافحة الحرائق بالغابات. ونبقى مع الصحف الأمريكية، ومن نيويورك تايمز الأمريكية نقرأ أنتوني جواتاريش، الهجمات على محطات الطاقة النووية أعمال انتحارية يجب وقفها عقب مقتل 8 وإصابة 22 في انفجار بكابل. داعش تعلن مسؤوليتها. مجلس الشيوخ الأمريكي يقر خطة بايدن للمناخ والصحة. إندبندنت البريطانية، الدفاع الروسية تعلن تدمير ترسانة أسلحة تحوي 45,000 طن من ذخيرة قدمها الناتو لأوكرانيا. بريطانيا، روسيا تزرع ألغام مضادة للأفراد في دونباس.
كوبا تحصل على مساعدة من المكسيك وفنزويلا لمكافحة حريق بمنشأة لتخزين النفط. لموند الفرنسية: جواتاريش خطر حدوث مواجهة نووية عاد للظهور من جديد بعد عقود. الصين تعلن عن تدريبات عسكرية جديدة حول تايوان. ارتفاع درجات الحرارة في فرنسا في ظل أسوأ موجة جفاف تشهدها على الإطلاق. ومن أبرز التصريحات التي جاءت في صحف اليوم، نطالع من الجمهورية: رئيس الوزراء مصطفى مدبولي دعم جميع القطاعات المحركة لنمو الاقتصاد. الاتحاد الإماراتية: البطريرك الماروني بشار الراعي، تأخر تشكيل الحكومة سبب انهيار لبنان. الاندبندنت البريطانية: الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: لا دولة في العالم بأمان بينما تقصف روسيا المحطة النووية في زاباروجيا. بعيدا عن السياسة، نقرأ من صحيفة القابس الكويتية: يبدو أن العلاج الأول من نوعه في العالم لأمراض القلب الوراثية قد يصبح في متناول اليد قريبا، إذ يتعاون فريق عالمي من خبراء القلب من الولايات المتحدة وبريطانيا وسنغافورة لتطوير علاجات جينية فعالة لاعتلال عضلة القلب خاصة الوراثية منها. والعلاج سيكون جاهزا لبدء الاختبار في التجارب السريرية في السنوات الخمس المقبلة. الديلي ميل البريطانية: تنظم حديقة حيوان في مدينة لاهور الباكستانية الأسبوع المقبل مزادا علنيا على 12 من أسودها 29 بهدف توفير متسع أكبر للحيوانات التي تؤويها والتي يشهد عددها ازديادا ملحوظا، لدرجة أن الأسود والنمور تتناوب على الأقفاص، وتم تحديد سعر الأسد ب $700. نهاية جولتنا الصحفية، دمتم في أمان الله.